صلى مستمر مشاهدنا الكرام واللقاء يتجدد مع حضراتكم شوطنا الرابع للمشتركات وفي مجموعة المشتركات في هذا الانطلاق وبهذا التحدي المثير. مقدمة الشوط والمركز الأول والصدارة بلقى شاهين صالح بن سليم العامري قدم شاهين مع المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني الوصول من خلال تواجد أيضا وتقدم أيضا سعيد بن محمد العامري يأتي كذلك بدوره مع اللي هو شاهين مع المركز الثاني المركز الثالث التواصل في هذه اللحظات وبهذا أيضا الإثارة من خلال تواجد شاهين صالح بن سليم العامري، بينما تابع أيضا الشعارات الأخرى التي انضمت في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. شوف المركز الرابع هناك أيضا قدوم من خلال تواجد شاهين عمر بن محمد الكعبي يأتي كذلك بدوره في هذه اللحظات وبهذه أيضا الإثارة المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف المركز الخامس وشوف أيضا الأسماء الأخرى التي أيضا استمرت بهذا أيضا الانطلاق، ولكن بعود مع مقدمة الشوط بعود مع المركز الأول بن سليم وكذلك الكعبي في صراع على مقدمة الشوط، ولكن غير شاهين مع المركز الأول في هذه اللحظات. عمر بن محمد الكعبي يتقدم مع المركز الأول، وينك يا عمر هذه الفترة الموسم الماضي ما شاهدناك يقول صرت بو سمرة، ولكن هذا الموسم معاكم ويا مرحبا بهذه المشاركة. مشكور بدأ يدخل ومضخور ناصر بن حمد السالمين المنصوري يأتي كذلك بدوره مع المركز الثاني في هذه الانطلاق. المركز الثالث عندك يا بن سليم والرابع والخامس، لكن بعود مع مقدمة الشوط الكعبي لا زال على الصدارة، الكعبي على مقدمة الشوط مع شاهين، ولكن مضخور ولا شاهين أتابع خط النهاية واللحظات الأخيرة في هذه اللحظات ما شاء الله وتبارك الرحمن. لكن خلاص شاهين الكعبي مع المركز الأول تهانينا والناموس. المركز الثاني عند السالمين، المركز الثالث وصول من خلال تواجد شاهين سعيد بن محمد العامري خذ المركز أيضا الثالث، والتوقيت الزمني في هذه اللحظات ما شاء الله وتبارك الرحمن. لكن شبنا الإثارة والتحدي مع الكعبي هو من خطف الناموس والانتصار.